عندك حق، وخربوش كمان لو شاف نوسه ممكن يبلغ عصفور، وعصفور يبلغ حسين بيه، وخصوصا بعد الكلام اللي احنا سمعناه. كلام ايه؟ كلام كده دارين شويه عمال كده زمايلنا في المصنع بيقولوا. طب ما تقول لها انت وتخلص. بيقولوا جمالات راحت الشركه وقعدت تزعق وتهلل وتسيح، وكانت عايزه تقابل حسين بيه. وتقابله ليه دي؟ تقابله ليه؟ قول لها الاهم. بيقولوا حسين بيه متجوز جمالات في السر، في التوب سيكتت يعني. حسين متجوز جمالات بتبقى نكته. والله هو ده الكلام اللي احنا سمعناه.